وفاة شقيق الفنانة سعيدة شرف بعد معاناته مع المرض يثير حزن جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وندعو لشقيقها الراحل بالرحمة وللعائلة بالصبر في هذا الوقت العصيب فيرجى الإعجاب لهذا الفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. فجعت الفنانة سعيدة شرف اليوم الأربعاء بوفاه شقيقها الوحيد الذي كان قد ادخل قبل ايام الى المستشفى وذلك بعدما ساء وضعه الصحي وقد اعلنت سعيد شرف هذا الخبر الحزين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام حيث نشرت صوره سوداء ترافقها عباره اخي في ذمه الله انا لله وانا اليه راجعون وقد شكل هذا الخبر صدمة كبيرة لجمهور الفنانة المغربية ومتابعيها وتفاعل متابع سعيد شرف بشكل كبير مع هذا الخبر الحزين حيث قدموا التعازي والدعم للفنانة في هذه اللحظة الصعبة وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم معها ودعوا بالرحمه مع شقيقها الراحل وللعائله بالصبر في هذا الوقت العصيب والذي ناشدت في وقت سابق متابعيها بالدعاء من اجل شفائه. وكانت سعيده شرف قد كشفت قبل خمسه ايام عن توجهها لمدينه العيون لمؤازره شقيقها في محنته الصحيه، حيث طلبت من متابعيها الدعاء له قبل خضوعه لعمليه جراحيه دقيقه على مستوى القلب. ثم عادت ونشرت صوره تجمعها باخيها من غرفه العنايه المركزه وعلقت عليها قائله يا الله يا كريم يا قدير لا شفاء الا شفاؤك اخي عمر في حاله حرجه لا يسعنا الا الدعاء من فضلكم لا تبخلوا على اخي بالدعاء جدير بالذكر ان الفنانه سعيده شرف كانت قد ناشدت متابعيها سابقا بالدعاء لشقيقها الذي كان في وضعيه صحيه صعبه حيث اجريت له عمليه جراحيه معقده على مستوى القلب